السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز وجايب لكم اليوم ممكن شيء هذا جايب لكم اليوم حلقة الثالثة، اتوقع ان الحلقة الثالثة من لعبة فاكتوريو. بس قبل أن نبدأ شباب لا تنسون اللايك والاشتراك، اهم من اللايك، وخلونا نبدأ. اول شيء شكرا لكم على التعليقات وشكرا لكم على الدعم الرهيب للحلقات اللي راحت، من جد شكرا لكم. وثاني شيء احنا وقفنا عند اننا بنسوي المختبرات، بس ليش بس واحد؟ خلونا نسوي اثنين. المختبرات، طيب المختبرات تحتاج الى الساينس باك او الى يعني المادة هذه او المشروب هذا، ما ادري وش نسميه، خلونا نسميه المادة هذه الساينس باك الاحمر. هذا علشان نسويه يحتاج تروس ويحتاج بس دقيقة خلوني اعدل، لان هذه الشاشة هذه مرة قهرتني. ف يس كذا مرة عمتني، حاطن شاشة ثانية وفيها صفحة مرة عمتني. طيب كذا تبع. المهم وش كنت بقول، يا هذا يحتاج يمدينا نسوي عندنا لكن مرة بطيء، فبنسوي المعمل يسوي او يشتغل اوتوماتيكي. نحتاج تروس ونحتاج كبر نحاس، مرة سهلة. طيب سوى الثاني، لا لسه مرة متأخر بسرعة. طيب نحتاج هذا المعمل، هذا فكر حطينا واحد اثنين ثلاث صح؟ يا توقع ثلاث مرة كافي، لا خلهم هنا. بس هذا بجيبه شوي هنا. هنا بنسوي نبغى هذول يعتبر مصانع اوتوماتيكية. هذا بيكون يسوي مسؤول عن الساينس باك، عشان يسويه يحتاج ترس ويحتاج نحاس. معناته نحتاج هذا يخليه يسوي ترس. الترس يحتاج حديد. النحاس بنجيبه بني والحديد هنا. ليش سوى الثلاثة؟ الله أعلم، لكن بنشيلها. جد مدري ليش سوى الثلاثة. شت. نحتاج حديد كثير. خلونا نوقف هنا وناخذ حديد شوي. بسرعة. خلاص كفاية. طيب نحتاج زحمة من هذول. لا مو هذا، نحتاج هذول. كيف أكنسل هذول؟ يمدي نكنسلهم. يس. اوكي نبي نمشي الحديد هنا، حلو، ونبي نمشي النحاس هنا، حلو. تصدق ليتني رفعت شوي النحاس. اوكي شيل هذول. تكون فايز كذا خربت على نفسك، مو مشكله يمدينا نتوسع بعدين، احط هذول اللي يفصلن ونتوسع بعدين، بس حاليا لازم نشتغل هذا. هذا بياخذ النحاس يحطه هنا، ممتاز. هذا بياخذ حديد من هنا او التروس بياخذهم هنا ويحطهم هنا، بس معناته لازم نقرب هذا شوي نحطه هنا. حلو. وهذا بياخذ حديد تحطه هنا، بس يبغى لنا حبه شوي هنا. اوكي كذا مفروض انه تمام. نحتاج خشب. اوه ماي جاد، الحلقه اللي راحت ما جمعت انا خشب، ما ادري حسيت اني جمعت خشب. طيب اقرب خشب في هنا. يا لازم تطور بسرعة، لازم بسرعة، لأن في أي لحظة راح يهجمون علينا. الله يستر، من جد الله يستر. طيب جمعنا خشب حاليا، كفاية أتوقع. يا كفاية أتوقع حاليا مؤقتا. ريتني شيكت على الكهرب، مفروض إنه تمام، مفروض تمام. طيب نبي نوصل كهرب من الجهة هذه. أوكي يقول أنت بعيد. اوكي حط كذا، بعدين كذا. يخرب بيتك ما جاء بالنص، راح اخليك بالنص غصب. اوكي كذا. تعال ممكن بس تقرب شوي، حتى ممكن تقرب شوي. يس كذا، وبعدين هذا يكون هنا. اوكي ممتاز. صدق يمديني اشيل هذا دقيقة وحطه هنا، يكون عند الكهرب، وحط شوية كذا. ما حددت وش فيها هذه، خلاص كنسل هذا. طيب هذه بتسوي الترس او التروس. حلو
بياخذ حديد يسوي فيه تروس، وهذا بياخذ التروس من هنا يحطهم هنا ويطلع الساينس باك هنا. ممتاز ممتاز. طيب يطلع من هنا، اوكي خلينا نحط نزحل هذه شوي. بس سويت 5 انا، ماي جاد. مو مشكله، لا لا تصدق مشكله، عشان يصير فيه محل الكهرب. حاليا بحط 3 ما راح احط 5، مستحيل راح نغذي الخمس كلهم حاليا مستحيل، بس بعدين يمدينا. ايش كنت بحط؟ يس نحط هذا، ياخذ هنا ياخذ هنا ياخذ ياخذ هنا، ونوصلهم كهرب اكيد. اوكي كلهم شغالين، ممتاز حلو. بس ما حطيت الذراع. يبقى لنا نحط ذراع الحين، عشان الحين موجود هنا ساينس باك، يعني موجود 4، فناخذ واحد نحطه هنا، وكذا سوينا حق الابحاث اوتوماتيكيا. راح يشتغل البحث اوتوماتيك، ما راح نسوي اي شيء، وبيكون اسرع اسرع اذا حطينا اكثر من معمل. طيب بيكون مركز الابحاث هنا ما لنا شغل فيه. الحين بجيب هذه وبفصلها من هنا. اوكي خلنا ناخذ حديد، نحتاج زحمه حديد. اوكي بعدين نحطهم 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 كذا. ليش فايز؟ علشان الحديد يمشي من عندنا، اذا بغينا نسوي اشياء ثانيه بيكون عندنا الحديد هنا جاهز. اوكي خليه يروح فوق، هذا السير بيكون خاص بالحديد. السؤال هل بخليه فوق ولا بخليه يروح؟ لا خله فوق. حلو، وبسوي بنفس الطريقه للنحاس، بس هذه ما عندنا، نحتاج زحمه. خلص البحث، ممتاز ممتاز كذا بيخلص البحوث عندنا مره سريع. شيء يحتاج الاحمر، بدي اسوي لمبات، بدي اسوي سور، انا اسوي السور. اوكي هذه خلاص، هلا لسه لسه. خلنا نجمع الحديد اللي هنا، الحديد عندنا مره خرافي، فمن جد مره خرافي. ممكن تخلص بسرعه، افكر اسوي اكثر من معمل. ليش؟ لان هذا شوف ما يوصل يخلص بسرعه، فلو ندبل الإنتاجية يكون أفضل. أفكر أفكر أدبل الإنتاجية، مرة سهلة تدبل الإنتاجية. بس قبل خلنا نسوي هذه، يس أبغى من هنا بعدين يلف كذا. ألو خله كذا، اوكي حلو. وكذا عندنا السير جاهز حق، ممكن تسوي زحمه حق النحاس، متى ما احتاجنا نحاس يمدينا نطلع فرع منه وخلاص يكون عندنا نحاس. حلو، انا بحط الاخر شيء عشان يصير الانتاجيه اكثر. ناخذ حديد لان نحتاج زحمه حديد. طيب ابسوي او بدبل انتاجيه الابحاث. فايز صعب، نوب سهلة سهلة سهلة، بس نحتاج سير، لا احتاج ثاني نفس هذا حق التروس، نحتاج اكثر من واحد. كيف فايز؟ معناته بشيل هذي مؤقتا، بشيل هذول. اوكي هذي بتكون تروس، خلا شغالة حتى يخلص اللي عندها، ممكن يخلص بسرعة بيكون تروس. وبهذا بنحركه شوي هنا. اوكي خلا يروح هنا. اوكي ممكن هذا يخلص، يخرب بيته مرة بطيء. تعال لا تحط فيه تروس عشان ما يحط فيه اي ترس. اوكي خلص البحث حق السور، حبة حبة. البحث الجاي بيكون بالتطوير الثانية، بس الحين عطيتكم فكرة كيف نسوي. اوكي خلص، بيكون انت، معليش انت بتكون، جيب هذول بتكون برضو تروس. حلو هذا ترس هذا ترس، احتاج
اني اعرف ان بعدين احتاج اكثر، فمعناته بحط اكثر من واحد. او احطهم كذا وسير بينهم. عادتهم لازم يجي من هنا. اوكي نفس الشيء لو تحطهم هنا نفس... يا اوكي بخليهم كذا. طيب معناته هنا في واحد، هنا في واحد، هذول الاربعه كلهم بيسوون تروس. اوكي بشيل شيل هذول، شيلهم شيلهم شيلهم. تعديل تعديل في الخطة، تعديل في الخطة، معليش معليش تعديل في الخطة. ممكن شيل هذا كلهم. اوكي معناته هذا يمشي كذا. حلو. وهنا بيكون في اكثر من لا 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 ار. بيحط التروس، هذا بيحط التروس، وهذا بيحط التروس. حلو. وبيطلع لنا التروس من هنا. اوكي. يا بخليهم من هنا. اوكي طيب، وبعدين نبغى التروس الثاني. لا التروس مو تروس، هذول واحد يطلع من هنا، واحد هنا، واحد هنا. حلو، هنا بيكون فيه التروس. ممتاز ممتاز. خلص الكهرب عشان يشتغلون. لا لا هذه ممكن فوق شوي. يس وهذه فوق شوي. هذه ما يمدي. طيب قال هذه كذا وهذه كذا. حلو الحين بيصير عندنا انتاج خرافي من التروس، انتاج مره خرافي. يعني مو عاجبني كذا بالصف واحد ابدا ابدا، مو عاجبني. بس يمدينا مثلا لو اقول لا اجيب هذه عشان ندبل الانتاجية، صح؟ يا بخلي هذه كذا. حركة غبية بس بسويها. من جد حركة غبية. طيب بس بسويها، مرة عجبتني. هنا تروس، حلو. الحين نبغى الجهاز هذا يكون هنا. هذا لا 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 شيل هذا. كنس التحكم انا كيف كنسلهم؟ في زر يخليك تكنسل الاشياء اللي معك. اوكي ما ادري شو هذا. بيكون الساينس باك. ممتاز. تصدق لا نزله تحت، انت ليش حاطه فوق؟ نزله هنا. حلو. وبيكون هذا ساينس باك. حلو. طيب الحين نجيب معلش التحكم عندي في مشكلة بيني وبين التحكم، فا لا تاخذوني. اوكي هنا خذ لي الذراع طويلة مو مشكلة. مع اني مديني اقرب هذا، يا ليش ما تقرب وخلاص؟ بس ودي بعدين يمكن مو مشكلة جاء بعدين تغير الحديد. كنت بقول يمكن بعدين اقدم الحديد. لا مو كذا مو كذا مو كذا. اوكي شيل هذا. طيب هذا بيكون ياخذ هذا ويحطه هنا، بس نحتاج كهرب اكيد. كهرب لهذول احطه هنا. طيب هذا الحين بينتج الساينس باك. الساينس باك بيمشي من هنا. اوكي في نبغى ذراع لو سمحت. حلو. الحركه هذه الغبيه اللي كنت بسويها انا معترف انها غبيه، فلا احد يقول فايز حركتك غبيه. انا عارف انها غبيه بس مفيده. كيف غبية مفيدة بتشوفونها الحين. وإذا ما نجحت أوكي الحركة ما راح تنجح. كنت بخليه سيرين يمشون في حركة تخليه. فهمت، تخليه يجي بالعكس، يعني تحط هذا هنا بالعكس ويلف من وراء. لكن ما يحتاج صح؟ إن شاء الله ما يحتاج، لاني بسوي كذا. يعني في اصوات، اصوات اللعبه مره تخوف. خل واحد اثنين ثلاث بينهم. اوكي كذا. وهذا بيكون سير للتروس لان راح نحتاجه بعدين، فبخليه هنا. حلو، بيكون عندنا تروس مستمره بالانتاج. حلو.
طيب الحين خلاص هذا بيطلع الساينس باك من هنا. اكيد يحتاج كهرب، اكيد اكيد ما في شيء باللعبه ما يحتاج كهرب. طيب ومعناته بيكون الساينس باك واحد هنا، اثنين، ثلاث كفايه. ويمشي هذا من عندهم. اوكي كذا حلو، وهذا ياخذ يعبي عبي عبي، ممتاز كذا ضبطنا الوضع افضل من قبل شوي. حلو. طيب ما عندنا بحث. طيب خلينا نشوف وش نمدينا نسوي بحث. بخلص الاحمر وبعدين نخلص يا ابغى رشاش، يمكن احد يهجم علينا بيكون عندي رشاش. ممتاز كذا افضل صح، بيكون عندنا انتاجية الحين للتروس افضل. طيب الحين لو بنشتغل على الساينس باك الثاني، ممكن في زر يخليك تشيلهم يا رايت كليك. يا شوف الانتاجية الحين بتصير اكثر، مو مرة لكن بتصير اكثر. يمديني اخليها زيادة اذا حطيت مثلا يا فايز، يمديك تحط زيادة، حط واحد هنا. يعني وات ابي اسوي ثاني فايز، يكفي واحد ما يكفي، صدقني يكفي. شوف وحاليا يكفي بس بعدين بيكون ما يكفي، اذا فتحنا اخضر بيكون ما يكفي. طيب هذا صار فل وهذا صار فل، ممتاز ممتاز. هذا مره مخليه انا بعيد لكن مو مشكله، الحديد بيكون بعيد اكثر. شين وشي عدل هذولين. حلو، احتاج حديد، يا عندي حديد زحمه. اوكي خلص البحث، حلو حلو. طيب الحين بنروح، اوه في رصاص، هذا يعطي دمج، هذا يعطي السرعه. ابغى الدمج، يا خلينا نشغل الدمج. لو بشتغل على الاخضر وش يحتاج؟ لا بشوف الاخضر وش يحتاج. يعني بعد هذا بس بزود الانتاجيه. شوفوا بعض يوقفون، بس ما اشوف شيء يوقف، بيوقفون مستقبلا. فخلونا نزود الانتاجيه الحين افضل. طيب افضل طريقه اني ما حطه هنا، حطه هنا. حلو، يعني حط هذا هنا. كيف بتجيب له ترس؟ نجيب سير ترس او سير تروس من هنا وياخذ منه، او نحطه هنا ونمشي سير من هنا، كلها نفس الشيء. كلها نفس الشيء، حتى لو حطينا نفس الشيء. اوكي ابى احطه هنا، اصدق لا كذا يصير لازم. طيب بحطه تحت، خلاص تحت. اوكي اشيله شوي، نزله تحت. اوكي هنا نبي نحط بعدين ثالث كذا، وكلهم اربطهم بالسير هذا. طيب تكون فايز، كيف بتجيب التروس او الترس؟ مره سهل، بس حاليا هذا اسهل شيء، بنحطه كذا. اوكي بنوصل له كهرب من هنا. لا طيب نبغى ترس، بنجيب ترس من هنا واحد. حلو، او سير للتروس من هنا واحد، وبعدين اللي تحت الارض ابغى اخليه له هنا. اوكي وبعدين مشي تروس كذا. حلو، الحين يمدينا نقول هذا ياخذ ترس وهذا ياخذ ترس. اوكي ونسوي ثاني هنا، نفصل النحاس. صدق المفروض خليته قريب هنا شوي، او يمديني اشبك على طول مع الترس، يصير النحاس والتروس مع بعض. بس لا مو ما احب كذا، احب كل شيء لحاله. اوكي كذا طيب كذا تمام صح. طيب وناخذ هذا وياخذ من التروس ويحطهم هنا، او من النحاس يحط هنا. طيب الحين وصل الكهرب ونشوف كيف يشتغلون. يعني ما وصل له كهرب،
يخرب بيتك. هل يمديني يعني وقت الأخلها نستخدمها بعدين هنا في شيء ثاني. طيب الحين الأشياء هذه هنا بيكون الساينس باك الأحمر وهنا الساينس باك الأحمر، كذا بتزيد الإنتاجية. وفيه واحد يطلع من هنا وواحد يطلع من هنا. الشغل تمام، الشغل مرة تمام، يمديني أضبطها أفضل من كذا، بس حاليا هذا اللي ببالي. يعني كذا بتزيد الإنتاجية. مستقبلا يمدينا نزود أكثر وأكثر، يعني نحط كل هذا معامل، بس ننزل هذول خلاص يصير كل هذا معامل. يمدينا نحرك مكان هذا، بس هذا مكان حاليا بخليه هنا ما يضرنا فبخليه هنا. يعني كذا دبلنا على الأقل صار ثلاثة، يعني صار يتراكم هنا، فشغلنا معناته تمام. ممتاز ممتاز، شغلنا مرة حلو. طيب هذا مرة يطور، معناته نزود هذول مو مشكلة. حاليا عندنا شو اسمه، عندنا زيادة عندنا نزودهم. حلو، بس نوصل كهرب هنا وكهرب هنا ونحط ذراع هنا. خلصت الأذرعة، نحتاج ذراع. يا حتى شوف حطينا هذا، ممكن تخلص بسرعة ذراع واحدة وحدة هنا. حلو، صاروا عندنا الحين كم؟ خمسة. يمدينا نحط أكثر وأكثر، وكل ما حطيت أكثر كل ما صار أسرع إن شاء الله. كلامي صح؟ طيب كذا وضعنا تمام. طيب يا شباب أبني حلقة هنا، الحلقة هذه بتكون بس عن شغل الأبحاث. فخلصنا الابحاث، اذا عندكم اقتراحات تكتبوها لي تحت. وش البحث اللي تبون نسويه الحلقه الجايه؟ اكتبوا لي وش تبون نسوي بحث الحلقه الجايه. هل نبدا بالاخضر ولا نبدا بالستير؟ اكتبوا لي تحت وبس، وان شاء الله نشوفكم في الحلقات الجايه. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.